حول الموضوع معنا من الرياض الدكتور جمال طويرقي استشاري نفسي. دكتور، دراسة تقول بأن متلازمة ملكة النحل أو كره النساء لبعضهم البعض والمرأة للمرأة في العمل موجود، ما رأيك في هذه الدراسة؟ طبعا احنا عشان نكون يعني واقعيين واكثر يعني عمليا، ان المراه طبعا تنافس المراه وليست المراه تنافس الرجل، لانه يعني حتى في امريكا وفي اوروبا بدايه وفي يعني مختصر مفيد ان المراه دخولها الى العمل يعني ما هو من الاف السنين، انما هو نتكلم عن يعني 50 60 سنه حتى بدات المراه تاخذ موقعها، حتى في اوروبا وامريكا من ناحيه القياده، من ناحيه انها المركز يعني له يعني امكانيه وقوه وسيطره، ولم تخض اي يعني منافسه مع الرجال، لان الرجال مجال عملهم لو كنا في اوروبا في امريكا فرق من ناحيه الوظيفه والمهام عن المراه، حتى في الغرب هذا موجود. ولذلك نجد ان دائما المراه تتجنب النزاع مع الرجل حتى لو كان المنصب هو بينها وبين الرجل، فانها هي تتجنب منافسه. طيب دكتور، وصف هذا الوصف بانه وصف المراه كملكه النحل، يعني المراه ذات الشخصيه القويه التي لا تقبل ان تكون هناك ملكه اخرى غيرها في الوسط، في المكتب، في العمل. هنا عندما نتحدث عن وجود اكثر من شخصيه تحمل نفس الطباع، كيف يمكن خلق توازن؟ احنا الان المراه بطبيعتها تبدو هي مفضله للاخرين، هي مفضله للرجل في العمل، هي لامعه في مجال العمل. مرجعها الرجل وليست المرأة، لذلك من ينافسها في مجالها هو فقط محصور بين شقيقاتها من العاملات اللي هم النساء، ولذلك هي تبرز وتكون هي الأفضل عليهم، ويبدأ النزاع اللي هو قد يصل إلى حد زي ما وصفوه اللي هو متلازمة الملكة، أنه حتى يكيدوا لبعض، حتى أنهم يمسكوا على بعض، حتى أنهم هم يهددوا بعض. طيب من المرأة المصابة بهذه المتلازمة أو تحمل هذه الطباع؟ هل هي يعني مسبب خلل نفسي او لا يجب ان تعالج مثلا؟ لا، هو يعني سؤال جميل. احنا نتكلم ان المراه بحدها او طبيعتها، انت ما كانت هي عندها منافسه، يعني احنا كانت المراه في البيت، المراه انسان كائن جميل خلوق، دائما مهتمه بشخصيتها، بشكلها، بمظهرها، اهتمامها بجمالها، اهتمامها ان الناس يهتموا فيها. لما تجي في مجال يجب ان هي تنافس الاخرات، هي في مجال ان هي لازم تكون بارزه امام الاخرين، حتكون هناك صراع شديد. ولذلك الدراسه دي مستغربه، ليست مستغربه للنسيان بس مستغربه، لانها هي بتدرس المراه اللي بدات، لكن الرجل من الاف السنين وفي صراع بين الرجال. احنا لو نرجع في التاريخ الرجال كان صراع الى احنا نتكلم حروب وقتال، لكن طيب يعني تعودوا وكانوا يتعايشوا انه في شيء هيراكي يعني في. طيب دكتور، المعروف على المراه انه لديها يعني ربما صفه الغيره على الرجل، الغيرة ما بين الأخوات كما ذكرت، يعني عند المرأة هذه النقطة ربما عالية بشكل أكبر من الرجل. حتى عندما تكون مصابة بهذه المتلازمة أو حاملة لهذه المتلازمة ملكة النحل، أو ربما تشعر بنفسها هي الأقوى وهي الأهم وهي التي يجب أن تكون الأنظار عليها وأن تكون غيورة في نفس الوقت، يعني هذا إلى أي مدى يمكن أن يسبب يعني توتر؟ يعني سؤالك جميل. يعني أنت الآن في دراسة حصلت في أمريكا وفي كندا أنه الرود ريج اللي هو الغضب في الطريق أكثر شيء في النساء أكثر من الرجال، مع أنه النساء بدأنا يعني في حتى في السواقة كان الرجل هو اللي يسوق، وبعدين المرأة بدأت تختص مجال السواقة، فبدأت هي تثبت نفسها وتثبت للآخرين وفي الطريق أنها سيدة الطريق، فأصبح أنها تفقد سيطرتها وتفقد، وأصبحت أنه أكثر الناس من النساء أكثر من الذكور يتم علاجهم بسبب هذا التصرف. وهذا نفس الشيء احنا نقول أنه هذه الدراسة ما بنيت على أنه بس أنه هي بس تقول أن المرأة أسوأ من الرجل، والمرأة عندها تحيز زميلاتها أو من صنفها ومن جنسها، لا. طيب بالنسبة للنساء دكتور جمال، النساء السويات، المرأة السوية في العمل التي ليست لديها هذه المشاكل النفسية، كيف يمكن ان تتعامل مع الاخريات التي يعتبرن كذلك؟ حتكون يعني نتكلم عنها اللي هي نتكلم عنها بحرفيه، يعني نعطيك مثال الان، رئيسه مجلس الوزراء في بريطانيا امراه صح، وبتتنافس مع الرجال وبتتنافس مع النساء، لكنها عندها البروفيشن، عندها الحرفيه كيف تسيطر وكيف هي. يعني احنا نتكلم اذا كان عندك انت نولج، فالنولج هو الباور،
تمام، لما ما يكون عندك النولج انت تبدا تحارب الاخرين، تبدا تثبت للاخرين عكس الشيء هذا، ولذلك هي داخله في مجال. لا قصد كيف يمكن ان نتعامل مع امراه تعتبر نفسها الاهم ومصابه متلازمه ملكه النحل في العمل، يعني هل بتجاهلها، هل بمساعدتها، كيف يمكن مساعدتها في نقاط؟ يعني في ناس كثير منهم يضطر انه يجب انه يتعرض الى اللي هو نسميها الاستشارات الطب النفسي. كيف تسيطر على تعاملها مع الآخرين نعم. سواء رجال أو نساء، أنه هي كيف أنه هذا السلوك أثر على زميلاتها وبدأ هم يشتكوا. يعني إحنا ما بننظر لها أنها هي بس كملكة نحل، ننظر اللي حولها بيشتكوا منها. نعم. اللي حولها مهم نحل، اللي حولها يقدروا يرفعوا عليها قضايا، اللي حولها يقدروا يشتكوها، اللي حولها يقدروا يضايقوها، يقدروا نعم. يسمعها وضدها لوبي، ولذلك هي في النهاية حتحتاج إلى المساعدة. نعم. المساعدة هذا يجب أن تتم عن طريق الاستشارات الطب النفسي، كيف هي تتغير في سلوكها وتعاملها مع الآخرين. شكرا لك على هذه المداخلة دكتور جمال طويرق، استشاري نفسي، كنت معنا على الهاتف من الرياض.